بسم الله الرحمن الرحيم. مسيرة سجلها التاريخ، بدأت أولى خطواتها عام 1368 للهجرة، حين بدأ الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمه الله في العطاء، وأوقف وقته وجاهه وجهده لخدمة المسلمين وطلاب العلم منهم بخاصة، حيث بدأ في بلدة الرين بقراءة مبادئ العلوم على أبيه الشيخ عبد الرحمن بن جبرين خطيب الجامع في تلك البلدة. وفي هذا الجامع قبل حوالي 70 عاما قرأ الشيخ بن جبرين على قاضي الرين وعالمها الشيخ عبد العزيز الشثري المعروف بأبي حبيب. وفي عام 1374 للهجرة انتقل الشيخ عبد العزيز الشثري إلى الرياض، واصطحب معه أنجب تلاميذه الشيخ عبد الله بن جبرين لينتظم طالبا في معهد إمام الدعوة العلمي. الشيخ طلع في الريان وصرف همته للعلم، ما في يروح مع الأولاد ولا في لعب ولا يلعب، ولا كل وقته كان في الريان في الدراسة. أم مكتبة والده يقرأ فيها، حتى أن كتب الوالد الحين تجده مؤشر عليها وتجده يدرس في المكتبة دائما وهو يقرأ، ويقرأ على الشيخ أبو حبيب رحمه الله في باقي الأوقات، ويكرر القرآن ويقرأ القرآن ويقرأ التفسير. وبعد أن تخرج رحمه الله من معهد إمام الدعوة طالبا، عاد إليه معلما عام 1381 للهجرة النبوية. وفي عام 1388 انتظم في المعهد العالي للقضاء إلى أن حصل على شهادة الماجستير. ثم انتقل الشيخ رحمه الله في عام 1394 إلى كلية الشريعة بالرياض، وقد حصل على شهادة الدكتوراه في عام 1407 للهجرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وبعد، فإن الله تعالى تكفل لهذه الأمة بحفظ مصادر هذه الشريعة، حيث قيض لها علماء أجلاء يحفظون نصوصها وينقلونها بحفظ وأمان. وكان رحمه الله خلال هذه السنوات ملازما لتدريس الطلاب في المساجد، حيث بدأ في الرين بتدريس القرآن الكريم ومبادئ العلوم في عام 1368 للهجرة، وعقد درسا في دار العلم منذ عام 1382، واستمر هذا الدرس إلى أن توفي رحمه الله، حيث تنقل الدرس في عدد من المساجد بعد أن درست دار العلم. وعقد أول درس في مساجد الرياض في مسجد آل حماد عام 1387، وعقدت الدروس في عدد من مساجد الرياض، منها الجامع الكبير وجامع السالم وجامع الملك عبد العزيز وجامع الملك خالد وجامع الراجح في الربوة وجامع عتيقة وجامع شيخ الإسلام بن تيمية ومسجد البرغش ومسجد الفنتوخ وغيرها. وفي عام 1423 جمعت دروس الشيخ رحمه الله في جامع الشيخ عبد الله الراجحي بشبرا. وحين انتقل الشيخ رحمه الله لإدارة البحوث العلمية والإفتاء عام 1402 للهجرة، كثرت الأعباء وزادت المسؤوليات، وانكب عليه الناس في هذا المكتب لأنه قد فتح لهم قلبه ووسعهم بحلمه، فكان يقوم من خلال مكتبه بالإفتاء والشفاعات ومساعدة المحتاجين والسعي لعلاج المشكلات. وقد تقاعد رحمه الله عام 1418 للهجرة، فكان تقاعده البداية، هي البداية للتنظيم وليست بداية العطاء.
كان التقاعد فرصة للراحة، لكن راحته في العطاء، فقد كان رحمه الله معطاء، لكنه انطلق بعد التقاعد في أرجاء البلاد وتفرغ للعلم والدعوة، وقد ساعده أبناؤه وبعض إخوانه وأقاربه وتلاميذه ومحبوه في تحويل جزء من منزله إلى مكتب صغير. تفرغ الشيخ لخدمة الناس، فكان يستقبلهم يوميا بعد صلاة العصر حتى يضيق بهم المكان، فكان يقوم بالفتاوى والشفاعات وعقود الأنكحة ومساعدة المحتاجين. وتوسع العمل، فتم تفريغ دور كامل من المنزل وتوظيف عدد من الموظفين. واستمر الشيخ رحمه الله في متابعة أعماله، حيث كان يلقي 16 درسا في الأسبوع عدا المحاضرات العامة والكلمات القصيرة. ولقد سجل له الكثير من الدروس والمحاضرات واللقاءات تزيد على 10,000 ساعة صوتية. هذا التراث الضخم يحتاج لجهد كبير ليتم جمعه وتصنيفه وترتيبه ونشره ليستفاد منه. ومن هنا تم إنشاء معمل للصوتيات يقوم بجمع وتصنيف تراث الشيخ العلمي المسجل وإخراجه في عدد من الأوعية التي يستفاد منها. وكان من ضمن أهداف هذا المعمل تحويل تلك المقاطع الصوتية إلى نصوص تنشر في كتب علمية. وتم افتتاح موقع رسمي للشيخ رحمه الله على صفحات الإنترنت عام 1421، ويحتوي الموقع على 15,000 صفحة نصية و500 ساعة صوتية مفرغة أيضا كنص. واستمرت هذه الإدارات في خدمة الشيخ رحمه الله إلى أن توفي غفر الله له في يوم 22 من شهر رجب عام 1430 للهجرة، تاركا خلفه من العلم الكثير والجهد الكبير. اللهم بعلمك الغائب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا.